اسلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. جاتكم اليوم في فيديو جديد. اليوم بقدره ربي باش نوريكم كيف ما تشوفوا هذه القطانيه جديده يعني فريشكه. باش نوريكم الطريقه نتاع تصبيرها، بما انها نستعملوها برشا في البيتزا وفي السلايد. باش نوريكم الطريقه نتاع تصبير القطانيه هذه، سهله ما فيها شيء. تبعوني ان شاء الله بقدرة ربي باش تعجبكم الطريقه، وباش تولوا تصبروا القطانيه. ما عادش تشريها حاضره، خاطر الواحد ما يعرفش يشريها من لي جروسير، فاس ما يعرفش شنو اللي فيها. فيها مواد كيميائيه، يعني مواد حافظه كيميائيه. من المستحسن انك تستعملها في الدار وحدك، يعني تحضرها في الدار وحدك، تعرف شنو عملت، حاجه نظيفه صحيه. نتعدوا توا للطريقه كيفاش باش نحضروا القطانيه هذيا. انا لهنا بديت نفرك في القطانيه هذيا، باش نوريكم الطريقه. تنظف هذيا هكا، تنحي العرش نتاعها والشعر هذاك نتاعها، نحيهم. باش تبدا لك سهله باش نجم تفركها، تقسم الكعبه هكا، تبدا تفرك فيها هكا سهله كيف ما شفتوا. سهله ما فيها شيء، ما تاخذش برشا وقت ديجا. بالطبيعة انت والكمية اللي تحب عليها كيف ما شفتوا. نكمل الكمية هذية ونرجع لكم. كيف ما شفتوا هذية طول القطانية فركتها كملتها الكل. فبصبوها هكا في حاجة كبيرة، حاجة واسعة. صب عليها ماء هكا كيف ما شفتوا. باش نحركوها هكا، نغسلوها القطانية هذه، باش نغسلوها ثلاثة مرات هكا بالماء. باش ريتوها التفش هذه الفوقانية، باش تخرج هذه، باش نحاها، باش تصفى القطانية وتولي نظيفة كيف ما شفتوا. حركوها كيما هكا، البشور هذيك تخرج منها. كيف ما تشوفوا هذه توا، كيف ما قلت لكم القطانيه هذه باش نغسلوها ثلاثه مرات بالماء. ديجا هذه المره الثالثه تشوف فيها القطانيه كيفاش ولات نظيفه، تنحت البشور نتاعها. ديجا حتى الماء من فوق ظاهر الماء ولا نظيف. توا هذه الماء هذه باش نصفيه، نحي الماء، والقطانيه هذه باش نعبيها في الدبابس، وباش نوريكم يعني المرحله المهمه في تصبير القطانيه هذه. كيف ما تشوفوا توا ناخذوا هكا الدبابس باللار باش نعبوا فيهم القطانيه هذوما. تنجم تاخذ نص كيلو والا كيلو، انت والحجم اللي تحب عليه. شفتوا هكا، كيفما شفتوا توا عبيناهم البيبس هذوما. نجو المرحلة هذية. كل دبوزة نحطو لها هكا مغيفة صغيرة ملح هكا كيفما شفتوا. الطريقة هذية سهلة ما فيها شيء، كيفما قلت لكم. تصبر القطانية وحدك في الدار خير ما تشريها حاضرة. نحطو زادا هكا مغرفة صغيرة سكر. اللي يسأل على السكر، السكر باش ما يخليش القطانية هذه تفسد، ما تبدلكش طرية، يعني تبدلك كأنها فريشكة كيفما شفتو. مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة سكر في كل دبوسة. تو الدبس هذوما باش نعبولهم ماء نورمال هكا كيفما شفتو.
ديما ننصحكم الباب تعقموهم. كيفاش تعقمهم؟ يعني ساعة من زمان تغليهم في الماء، تحطهم في طنجرة يغلوا في الماء. تو الببز هذو نتاعي عبيتهم بالماء، تو تسكرهم بالقدا. في الوقت هذايا حطيت طنجرة عبيتها بالماء تغلي، كيف ما شفتوا سكرتهم توا هذوما. توا باش نخضهم هكا بالقدا باش الملح هذاك والسكر يوصل للقعر نتاع الدبوسة. كاينك تعمل في المالح نورمال كيف ما وريتكم قبل في الفيديوهات نتاع المالح. تو بعد ما خضيتهم هذوما حطيت توا الطنجرة في فوق الغاز باش نحط في وسط الببز هذوما. كيف ما تشوفوا هذه الطنجرة بتاعي توا حطيتها على الغاز ديجا باش تبدا تغلي، باش نحط في وسطها الببز هذوما هكا بالطريقة هذه. كيف ما شفتوا الببز هذوما باش نخليها ساعة من زمان الطنجرة هذه تغلي باش الببز هذوك ما يتعقموا. كيف ما تشوفوا هذوما القطاني خرجتهم توا من الطنجره، غلطت الطنجره مده ساعه من زمان خليتهم هما لين يغلوا في وسطها. هذه القطانية نتاعنا حاضره هكا، سكرتها بالقدا نخليها لين تبرد باش يصير فيها البريسيون هذيك الضغط يعني باش تسكر ما تفسدلكش ما يصير لها شيء. هذه تبقى عام كامل هكا ما تفسدلكش. كيف ما شفتوا هذه طريقتها سهله، ننصحكم حضروا القطانية نتاعكم في الدار تصبرها هكا في الدار، تبدا نظيفه على يديك تعرف شنو عندك في الدار خير من تشريها حاضره من لي ماركت. ديجا سومها غالي ماهيش رخيصه، تنجم تستعملها في اي نوع نتاع سلطه والا بيتزا. ان شاء الله الطريقه هذه عجبتكم واستفدتوا منها. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسيات جديده وفي امان الله.